مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم ونتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران الناقل الوطني للأراضي المقدسة 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة جدة و11 رحلة القاهرة المدينة المنورة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري. النهارده هيكون موضوع خطبة الجمعة اللي حددته وزارة الأوقاف تحت عنوان الحقوق المتعلقة بالمال، وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى. النهارده هتستكمل مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر 2023-2024 بإقامة مواجهتين تجمع بين البنك الأهلي وبتروجيت على استاد المقاولين العرب، ولقاء بين بلدية المحلة وفريق الجونة على استاد المحلة، وهتنطلق صافرة بداية المواجهتين في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.